ازيكم يا احلى متابعين. النهارده هنكمل مع بعض اسطوره سوسو وتان تاي جين النور بعد الليل القاتم، علشان نعرف ازاي مهمه سوسو هتنتهي، وهل فعلا هتقدر تغير طبيعه تان تاي جين الشريره وتبعده عن مصير الشر، وايه الصعوبات اللي هتواجههم وازاي هيلاقيها تاني بعد كل ده. خلونا في الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله. وفي يوم تان تاي جين بيقعد مع المعلمين الكبار وبيحكي لهم حكايته، وانه كان عايش من 500 سنه، وانه كان صديق لين اللي صادف ان جي وو نسخه منه، فبيسالهم عن اصله وعلاقته بيه. ساعتها بيقولوا له ان زمان بوشو او شياو زي ما كانوا عارفينه استخدم البلوره السحريه لاعاده تجسيد الارواح وزرعها في البحيره السحريه، وبعد كام سنه ظهر طفل كان هو جي وو. ومن وقت ما تان تاي جين عرف المعلومه دي وهو كان بيحاول يوصل للطريقه اللي نجح بيها بوشو، ولما بيساله ازاي رجع لين بيقوله انه كان محتاج دم عدوه، وعشان كده اخده من تان تاي جين دم قلبه ودموعه اللي بيحبها، وعشان كده اخد اخر دمعه واخر نفس من حياه تشانج لما عرف انه كان بيحبها فعلا. وتالت حاجه لحم وشعر الشخص نفسه. ساعتها تان تاي جين بيبدا يفكر انه يفتح مصفوفه الروح بما انه بيمتلك عين شيوو، فهيقدر يرجعها او ده اللي كان فاكره. بس علشان يعمل ده بيروح الاول يتكلم مع جي وو وبيساله على تعويذه الروح، وجي وو بيقول له على انها في المكتبه. بالليل بيروح تان تاي جين المكتبه يدور وسط الكتب لغايه ما بيلاقي كتاب بيتكلم عن الملك الشيطاني والاسلحه المسحوره بتاعته، وان الاسلحه دي من ضمنها القوس اللي اندمج في جسمه وفقاع نهر رو. وبصفه بيلاقي تعويذه الروح في الكتاب ده، وبيعرف انها لازمها قوه شيطانيه علشان تنجح. في الوقت ده كانت سوسو بتفكر في الجوهر الشيطاني وازاي تتمكن منه وما تتاثرش بقوته الشيطانيه، وبتفكر انها تروح المكتبه تدور في الكتب، وبتاخد الكتاب اللي كان لسه تان تاي جين بيقرا فيه وهي مش عارفه انه موجود في المكتبه. وهو لما بيحس بيها وبيلاقيها اخدت الكتاب بيمشي وراها علشان يعرف مين دي. فجاه بيلاقي نفسه عند البحيره اللي كلمته عليها سوسو زمان، وكمان بيسمع صوت القصاره وعزفها الغريب اللي لا يمكن ينساه، وبيجري زي المجنون يدور عليها. وساعتها سوسو قلبها بيحس بيه والجوهر الشيطاني بيبدا ينشط، فبترجع للمكان بتاعها في قاع البحيره بسرعه علشان تسيطر عليه، وتان تاي جين ما يشوفهاش برضه. في الوقت ده كان سين مين وجينج راحوا لدي ميان سيد الشر اللي كان قتل ملك الشياطين زمان، لانه محبوس ومتأيد بختم شيطاني عملوا عليه الملك وحبسه في الهاويه في اللحظه اللي اتقلب فيه عليها وطعنوا بسيف قطع السماء. كانوا رايحين له علشان يطلبوا منه المساعده علشان يعرفوا ياخدوا صندوق تنقيه العظام السحري اللي مين جي ختمه في عالم شينج من 10000 سنه، وديميان بيوافق يساعدهم وبيديهم جوهر قوه شيطاني علشان يسهل عليهم فك الختم السحري. بس هو ما كانش بيعمل ده مجامله، كان بيستخدمهم علشان لما يستردوا صندوق تنقيه العظام وهو يتحرر من سجنه اخيرا، وهيرجع يكمل مهمته في انه عاوز يكون الملك الشيطاني اللي بيحكم العالم، ومصدق ان بعد 10000 سنه حد يجي يجيب له الصندوق السحري المخدوم. في الوقت اللي كان المعلمين في المدرسه بيجهزوا للمسابقه، كانت سين مين وجينج بيخططوا انهم يستغلوا المسابقه دي ويدخلوا عالم شينج من البوابه اللي هتفتح يوم المسابقه، وبيتفاجئ ان ياي يون مساعد وخادم تان تاي جين زمان لسه موجود وبقى جاسوس للشياطين. في يوم المسابقه الطوائف المختلفه بيدخلوا عالم شينج، وتان تاي جين بيتفاجئ ان العالم ده اتغير بالشكل ده، لان لما شافه في حياه بورا كان مختلف وكله نور وجمال، دلوقتي بقى كله دمار وظلام بعد ما ماتوا الحراس ال12 وانتهوا من العالم يوم المعركه الكبرى. وكل طلبة المسابقة بيبدأوا انهم يصطادوا الشياطين ويقضوا عليهم علشان يفوزوا في المسابقة. في الوقت اللي ابن المعلم سيو زعيم المعلمين الكبار بيهاجم يويا لانه كان فاكرها سوسو وما شافهاش قبل كده، بس تان تاي جين بيظهر فجأة وبيحميها منه هو وزمايله وبيهددوه بالسيف السحري. ساعتها ابويا بتختار انها تكمل معاه اصله فاكرها سوسو، وكمان هي كانت خايفة من المكان ده، وبتعرف ان لين كان في مهمة اصلا بالاتفاق مع المعلمين الكبار علشان يدور على سين مين وجينج هنا في عالم شينج. في الوقت اللي كانت سوسو راحت قصر مينجي تدور في المكان وتشوف الحالة اللي بقى عليها، في نفس الوقت اللي كان تان تاي جين راح هناك لنفس السبب، وساعتها بيشوف سوسو لأول مرة وبيتفاجئ إنها حبيبته شيو. ساعتها سوسو بتتفاجئ إن تان تاي جين لسه عايش وفاكرها كل السنين دي، لأنها كانت عارفة من الحكايات الشعبية إنه حكم مملكة جينج سنين طويلة بعد موت زوجته. ما كانتش تعرف إن تان تاي جين اتخلى عن ملكه وحياته ودخل عالم الأرواح يدور عليها. بتقول انها ما تعرفوش وبتعمل فعلا انها اول مره تشوفه، بس هو ما كانش مقتنع وبيمشي معاها في القصر يحكي لها حكايه مين جي وسانج جيو اللي شاهد عليها القصر ده من 10000 سنه. ولما بيجوا ماشيين بيقول لها يلا ندور على لين، فبتقول له ماشي وتمشي معاه. ساعتها بتاكد انها شي وو زوجته وبتهرب بسرعه من قدامه علشان ما تتكلمش تاني. في الوقت ده كانت سين مين وجينج متنكرين في هيئه اتنين من الطلاب وبيدخلوا علشان ياخدوا الصندوق السحري، وبتقوم معركه بين الشياطين وبين الطلاب، والمعلمين بيدخلوا هما كمان عالم شينج علشان يواجهوا جينج ويتصدوا له. في الوقت اللي كان تان تاي جين حس بالخطر في المكان اللي ختم فيه الصندوق السحري بكل قواه الروحيه،
فبيطير على هناك بسرعة وبتقاتل مع سين مين وبيتعرف عليها على طول انها كانت الدراع اليمين لملك الشياطين، وبتبدأ بينهم معركة شرسة. كانت سين مين قوية فيها جدا وبتتغلب عليه لغاية ما بيلاقي نفسه دخل في بعد تاني وهو بيسأل نفسه ليه مينج يختار يدخل حلمه وحياة بورا وعاش حياته السابقة. إجابة السؤال ده كانت في قوة تان تاي جين في التصدي للشر وحب الخير اللي زرعته جوا سوسو، وبيقدر تان تاي جين يتغلب على قوة جينج وسين مين وبيسيطر هو على صندوق السحري. فجأة القوة الشيطانية بتتمكن منه وسين مين كانت مبسوطة انهم لقوا الشخص المقدر له انه يكون ملك الشياطين، وبيبدأ ملك الشياطين يصحى ويسيطر على تان تاي جين، وسوسو بتنادي عليه انه ما يستسلمش ابدا وبتساعده بقوته الروحية لغاية ما صندوق تنقية العظام بيخرج من قلبه تاني وبتعالجه بقواها الروحية. في الوقت ده كانت ديميان اتحرر من سجنه وبيرجع لمدرسة شياو ياو، وبعدها بنتفاجئ انه اصلا واحد منهم ان يبقى والد سوسو الحقيقي. وفي يوم كان شياو ياو وقع في الهاوية وكانت الشياطين هتقتله، بس لقى ديميان مسجون وهو اللي بيحميه وبيطلب منه خدمة ويعني يلاقي بنته هو وهو تشونج. ولما شياو ياو بيلاقيها فعلا بعد بحث طويل بيربيها كأنها بنته، وكانت بتمتلك قوة أمها ملكة العنقاء، علشان كده بتتمتع بقوة سحرية غير الباقيين وقدرت إنها ترجع في الزمن علشان تمنع الكارثة ونهاية العالم. ساعتها سوسو كانت متفاجئة وبتبدأ تفهم واحدة واحدة السبب في اختيارها من البداية، إن هو تشونج اللي قابلتها في قصر مينجي في حياة بورا هي أمها، وده السبب اللي دخلت علشان وحلم التنين الطاير. في الهواء بنتفاجئ إن سين مين الشمسية السحرية اللي معاه بتتحول وبتظهر أختها كانت مسحورة ومسجونة من سنين في بعد تاني، وطلعت مين بقى أختها دي؟ تشانج اللي كانت أخت شيو وهي نفسها تيان هوان واسمها الحقيقي مون. بعدها تان تاي جين بيقعد يفكر مع نفسه وبيعرف إن عمره ما مصيره هيتغير مع سوسو طول ما الملك الشيطاني موجود وهيظهر في يوم، فبيقرر إنه يدور على طريقة يقتله بيها وينهي العذاب ده علشان يعيش معاها حياة طبيعية. بس للأسف هو ما بيعرفش إزاي يقتله، فبيفكر في انه يروح الهوية زي ما مين جي عمل زمان ويقابل سين مين وجينج مي ويخدعهم على انه الملك الشيطاني ويعرف منهم الطريقة اللي هيقتلوا بيها. فعلا بينفذ خطته بيروح الهوية في هيئة الملك الشيطاني. في الاول سين مين وجينج مي بيصدقوا انه هو فعلا الملك بتاعهم ورجع خلاص، بس لما تان تاي جين بيسألهم عن الجوهر الشيطاني وازاي يضمن انه لسه موجود وما اتدمرش وايه اللي ممكن يدمره، سين مين بتعرف ان تان تاي جين وبتهاجمه، بس هو بيهرب من الهوية بعد ما عرف ان الجوهر الشيطاني لا يمكن تدميره لانه جزء من روح الملك الشيطاني ومفيش حد ولا سلاح على الارض ممكن يقدر يدمره اصلا. وبعدها بيروح لسوسو بس بيتفاجئ بديميان قدام بيتها فبيتقاتل معاه، لانه عارف ان ديميان هو سيد الشر اللي شافه في حياة بورا واللي كان ولاه للملك الشيطاني، فبيفتكر ان ديميان جاي يأذي سوسو وبيحصل بينهم قتال عنيف بيستخدموا فيه قواهم السحرية. وديميان كان مذهول مين ده وليه بيشبه الملك الشيطاني طبق الاصل وازاي عرف باللي حصل من 10000 سنه وانه خان هيت شونج وتسبب في موت هي والحراس ال12. ساعتها سوسو بتخرج بسرعه وبتوقف القتال ما بينهم. بعدها تان تاي جين بيقول لسوسو على سر القوس الشيطاني اللي اندمج في جسمه لما كان في قاع نهر رو وانه ما يعرفش ازاي يشيله، وبيطلب منها انهم يبداوا من جديد. ما هو مش معقول ديميان ياخد فرصه تانية ويتحرر وهو تفضل واخده منه موقف علشان هيكون الملك الشيطاني، وبيأكد لها ان عمره ما هيستسلم للشر. في الوقت اللي كانت سين مين واختها مون الشريرة بيتفقوا على خطة ازاي يجبروا تان تاي جين انه يرجع الهوية تاني، وبيخططوا لده من خلال استغلال نيان باي مساعد تان تاي جين القديم لانه جاسوس ليهم، وجيوو كان ماشي في طريقه بيدور على اي قوة شيطانية وبيضع عليها لغاية ما بيوصل ورشة الحرير. هناك بيتفاجئ بمون اللي اول ما بتشوفه بتفتكر زوجها لين وتندم على كل اللي عملته معاه وبتقرر انها تعوض ده في حياتها الجديدة. اما سوسو فكانت راحت مملكة جينج علشان تقضي على شيطان سمعت انه موجود في المدينة، وبتتفاجئ ان تان تاي جين كان بيراقبها وماشي وراها لانه قرر يعمل معاها في الحياة دي زي ما كانت بتعمل من 500 سنة في مملكة جينج لغاية ما خلته يحبها ويتعلق بيها. المهم انهم وقتهم بيقابلوا جيو وبيخططوا هما الثلاثة مع بعض ازاي يقبضوا على الشيطان اللي بيهاجم الناس الفترة الاخيرة، وبيعملوا فخ بانهم بيرشوا مية سحرية في الشوارع علشان اول ما الشيطان ده يظهر يتقيد بخيوط ما يشوفهاش غيره ويعرفوا يمسكوه. وبالليل الشيطان بتدخل اوضة سوسو وهي نايمة وبتدخل عليها وتشوف كل ذكرياتها علشان تتغذى عليها وتعرف نقطة ضعفها. وبعدها بتظهر لتان تاي جين في الشارع بهيئة سوسو وبتهاجمه، بس لما هو بيكشف خداعها وبيهاجمها بتهرب وبتروح تهاجم جيوو، وبنتفاجئ ان جيوو قدرت تسيطر عليه بسهولة ومرة واحدة عينيه اتحولت كلها للون الاسود وبتبدأ تمتص روحه، بس من حظه ان مون بتظهر في الوقت المناسب وتنقذه منها. بنعرف ان الشيطانة دي كانت اللي مكلفاها بالمهمة دي هي سين مين، وبتأمرها انها تدور في ذكريات تان تاي جين علشان يعرفوا نقطة ضعفه ويخلوه يتحول للملك الشيطاني.
ساعتها كان تان تاي جين بيتفاجئ بانه شايف نفسه في الهاويه القاحله، والملك الشيطاني بيظهر له بيهدده انه هيكشف حقيقته للمدرسه ولزمايله في الطائفه علشان يشوفوا بنفسه هيتصرفوا ازاي معاه، لان وقتها هيهاجموه ويطردوه من وسطهم. بيوريه اللي هيحصل في المستقبل وانه متقدر له انه يكون الملك الشيطاني لا محاله. ساعتها تان تاي جين بيهاجمه لغايه ما السراب اللي كان محجوز فيه ده بيختفي لما بيصيب شيطانه المشاعر. تاني يوم في المهرجان، سين مين وجينج مي بيعملوا فخ لتان تاي جين وهو ماشي في المهرجان مع سوسو لما بيتوهوا من بعض في الزحمه. وساعتها كان ابن المعلم الاكبر سيو رايح نفس المهرجان لما بيحس بطاقه شيطانيه ظهرت فجاه، وتان تاي جين بيتفاجئ ان سين مين حبسته في مصفوفه ومحدش من الناس اللي حواليهم شايفين غير تان تاي جين، وبتحاول انها تجبره انه يستسلم للشر والجوهر الشيطاني اللي في قلبه علشان سيدهم يرجع يحكم العالم. بس وقتها كان ابن المعلم سيو قدر بالاداه السحريه اللي بيملكها انه يشوف سين مين وهي بتتكلم مع تان تاي جين، وكمان وهي بتنحني له كدليل انها بتخدمه وانه خاين للطائفه. ساعتها كان تان تاي جين رافض انه يوافق على كلامها اصلا، بس هي بتهدده انها تكشف حقيقته لمدرسته علشان الكل يتخلى عنه. ولما ابن المعلم بيهاجم تان تاي جين وبيتهمه انه بيتعاون مع الشياطين وانه بقى معاه الدليل اللي هيطرده بيه من المدرسه، تان تاي جين بيحاول انه يبعده علشان سين مين ما تاذيهوش. بس للأسف هي بتفعل قوس الشيطان اللي جوه تان تاي جين وبيخرج منه سهم بيصيب ابن المعلم في قلبه ويقتله وقتيا. فجأة الناس بتخافوا وبيهربوا، بس سين مين هي وجينج مي بيسيطروا عليهم بقواهم الشيطانية وبيهددوا تان تاي جين انهم هيقتلوا الناس دي كلها لو ما نفذش رغبتهم واستسلم ملك الشياطين. ومهما تان تاي جين هاجمهم ما كانش قادر عليهم، خصوصا انهم سيطروا على ناس كتيرة جدا. وبتبدأ سين مين تقتل في الناس. ساعتها بقى تان تاي جين ما كانش قدامه غير انه يفعل قوى الشيطان اللي جواه بقوة القوس الشيطان ويضرب اسهم على الناس علشان يحرر قيودهم الشيطانية، وبيقدر فعلا انه ينقذ الناس. وبترسم على جبهته ختم الشيطان، وسين مين وجينج مي بيبدأوا يهاجموه ويسلطوا عليه كل قواهم الشيطانية علشان يكون قدام الامر الواقع لما الشر يتمكن منه مبقاش قدامه سكة للرجوع. ساعتها سوسو بتوصل وبتحميه وبتقدر انها تساعده بقواها السحرية لغاية ما بتغلبه على الاشرار وبيهربوا. ولما تان تاي جين بيحاول انه يعالج سوسو بقواه الروحية بيكتشف انها بتتمتع بالجوهر الشيطاني، وبيتعهد انه يخلي ده سر لان لو حد عرف بكده سوسو هتكون في خطر كبير. ساعتها كان المعلم سيو كان عرف بموت ابنه وبيجي بسرعة يهاجم تان تاي جين ويفقد الوعي، ولما بيفوق بعدها بيلاقي نفسه متقيد بسلاسل سحرية في واحدة من الأعمدة السحرية اللي وقعت من مملكة او عالم شينج. المعلم سيو بيستخدم البراية السحرية اللي كانت مع ابنه وقت ما اتقتل وعليها كل ذكرياته، بيعرض اللي حصل للكل بيشوفه ان تان تاي جين مذنب وان هو المختار علشان يكون الملك الشيطاني وكمان بيمتلك سلاح القوس الشيطاني. في الوقت اللي الكل كانوا بيهاجموا تان تاي جين وعاوزينه يتعدم، كان المعلم شياو ياو هو الوحيد اللي بيدافع عنه واثق فيه وكان عاوز انهم يحققوا الاول قبل ما يحكم عليه. فكان بيظهر ديميان وكان عاوز يقتل تان تاي جين علشان يمنع عودة الملك الشيطاني، وبيكشف حقيقة انه بيمتلك قوس الشيطان. فالكل بيهاجموه اكتر من الاول وبيتأكدوا ان هو المختار الشيطاني، والدليل على كلامه ان زمان الملك الشيطاني كان قايل لديميان انه هيرجع تاني، والعلامه على رجوعه ان الشخص المختار له هيكون من قبيله يويي وهيقتل امه قبل ما يتولد وابوه هيكرهه وكل الناس هتتعامل معاه بدونيه لغايه ما في يوم هيبقى ملك ويقلب الموازين. ساعتها تان تاي جين بيعرف ان كل اللي مر بيه في حياته كان مترتب من البدايه اصلا، وبيحس بالكيان الشيطاني بيوسوس له بيقول له ان هو صح وان كل الناس بيكرهوه وبيهاجموه. فجاه تان تاي جين بيتحكم في قوته الشيطانية وبيبدأ يسلط قوته على المعلمين، بس هما بيتصدوا له. في الوقت ده كان في صراع رهيب في عقل تان تاي جين بين الخير والشر لغاية ما بيستسلم لقوة الخير وبيرجع لطبيعته تاني. بس واحد من المعلمين بيهاجمه وبيرميه على العمود السحري، وتان تاي جين بيتأيد فيه بالقوة السحرية اللي بتأيد الشياطين، وكان ساعتها بين الحياة والموت. وبيستمر الصراع اللي جوه تان تاي جين والشيطان اللي جواه بيحاول انه يخرج علشان يهرب من سحر العمود الاسطوري، وعشان يحمي سوسو من انهم يعرفوا ان الجوهر الشيطاني جواه. بيعترف ان هو اللي قتل ابن المعلم وان هو اللي استخدم القوس الشيطاني، وبيقول لهم انه فاكر انه كان هيعرف يسيطر على نفسه وقواه الشريرة بس فقد السيطرة. ساعتها المعلمين بيتجمعوا بقواهم السحرية كلهم وبيقدروا يخرجوا منه القوس الشيطاني ويختموه بسحرهم علشان يحافظوا عليه. وقتها سوسو بتحلم بالجوهر الشيطاني بيسيطر عليها وبتسمع صوت تان تاي جين، وفجأة بتظهر لها ريشة العنقاء اللي أول ما بتلمسها بتتوهج بنار عظيمة وبتطير لتان تاي جين وتنقذه منهم، وبتقول لكل الحقيقة وإن تان تاي جين مبقاش يمتلك الجوهر الشيطاني خلاص لأنها دمرته في عاقبة البرق. في يوم كانت سوسو بتتكلم مع المعلم وبتقول لها إنها تشوف طريقة يشيل بيها الجوهر الشيطاني ويخلصها منه. ساعتها ديميان بيسمعهم بالصدفة وبيتفاجئ بالمعلومة دي، وأخيرا عرف مكان الجوهر الشيطاني اللي بيدور عليه.
من بعدها بيبدأ ديميان يفكر ازاي ياخد الجوهر الشيطاني قبل ما سيمين توصل له. شافها وهي بتقابل نيان باو في الغابة وبتتفق معاه انه يخطف تان تاي جين ويجيبه لها في الهاوية، فكان لازم ديميان يتهرب بسرعة. ولما تان تاي جين بيعرف ان ديميان عرف بامتلاكها جوهر شيطاني بيخاف عليها وبيحذرها، بس سوسو كانت واثقة في ابوها ومش متخيلة انه ممكن يأذيها. وفي يوم كانت سوسو في المكان اللي تتأمل فيه ومعاها المعلم اللي رباها، كانت فاكرة ابوها طول السنين دي، وديميان برضو كان هناك علشان يساعدوها في ختم الجوهر الشيطاني وقوته ما تسيطرش عليها. فجأة سوسو بيغمى عليها والمعلم كان مستغرب من اللي حصل لها، لأن المفروض يكون انها التشكيل وتكون في وعيها. مرة واحدة بيلاقي ان الجوهر الشيطاني اتفعل وبيخرج من جسمها، وده بسبب تعويذة عملها ديميان علشان يسيطر هو عليه. والمعلم بيتفاجئ ان ديميان رمى عليه سيف قطع السما اللي كان بيمتلكه الملك الشيطاني زمان وكانوا فاكرينه مفقود طول السنين دي، مكانش حد يعرف ان ديميان اخده. ساعتها المعلم كان مصدوم ان صاحبه اللي بيثق فيه طول الوقت يطلع بالشر ده. ديميان بيوجه له ضربة تانية مميتة لما كان بيحاول انه ينقذ سوسو، وديميان بيستخرج من قلبها جوهر الشر. بس وقتها كان المعلم تشوه لسه عايش وبيستخدم اخر قواه السحرية في انه يسيطر على ديميان ويختمه بالقوة السحرية ويمنعه من الهروب. وفجأة بيطير ناحيته وبيطعنه، بس ديميان بيطعنه تاني وبيقتله. كل ده وسوسو مغمى عليها لسه. وقتها كان نيان باو خضر تان تاي جين واخده على الهوية، وبينتشر في المدرسة ان هو اللي قتل المعلم تشوه وهرب. فلما بيفوق تان تاي جين بيلاقي نفسه قدام بوابة قصر ملك الشياطين، فبيقرب منها وبيفتحها اول ما بيلمس البوابة، وبيدخل عالم تاني اشبه بالفضاء. وفي كل خطوة بياخدوها كان الجسر بيتبني من تحت وبيتشكل من جديد لغاية ما بيوصل للعرش. ساعتها بيلاقي روح الملك الشيطاني بتقرب منه والاتنين بيبقوا واحد، وبيوريه كل اللي حصل على مدار السنين اللي فاتت من ألم وفقر وحروب كانت هي اللي بتغذي الشر والشياطين في العالم. وبيقول تان تاي جين ان عمره ما هيتدمر، لان وجوده مربوط بوجود الياس والدمار والطاقه السلبيه في العالم بين البشر. وبعدها بيومين كانت سوسو فات وقالوا لها ان تان تاي جين سرق جوهر الشر منها وهرب بعد ما قتل المعلم تشو. ساعتها سوسو ما كانتش مستوعبه اللي بيحصل، وان بعد كل اللي عملته المعلم تشو مات برضه. في الوقت اللي تان تاي جين بيفوق يلاقي نفسه متأيد بسلاسل من الظلام في الهوية، ونيان باو كان بيخدمه وبيقول له على السر اللي خلاه ينضم للشياطين، ونسيم مين واخد كل القبيلة العين لغاية ما الملك الشيطان يرجع تاني. نيان باو بيترجى انه يستسلم للشر، بس تان تاي جين بيرفض وبيقول له ان حياة القبيلة مش اهم من حياة العالم كله، وان لازم حد يموت علشان السلام يتحقق. وفي المدرسة بيتفاجئوا بواحد من الطلبة جاي بحجر سحري، اول ما بيسلمه للمعلم سيو بيشوف اللي حصل وان تان تاي جين فتح قصر الشيطان. ده معناه ان الشر سيطر عليه وان الدمار هيغزو العالم خلاص. وبيتفق المعلم سيو مع كل المدارس القتالية انهم يروحوا سوا الهوية بعد 3 ايام علشان يحاربوا تان تاي جين ويقتلوه. وبعدها سوسو بتروح لابوها اللي كان مصاب من طعن التشو، بس بيحاول يداري علشان ما يتكشفش. بس سوسو بتبدا تشك فيه لانها اخر حاجة فاكراها ان هو والمعلم تشو اللي كانوا معاها، يبقى زي ديميان عايش وتشو اللي يموت. وبيتهموا تان تاي جين ان هو اللي عمل الجريمة دي. ولما بتروح له علشان تعالج الجرح اللي بيألمه ده، بتتفاجئ ان الجرح سببه سيف المعلم تشو مش سيف الظلام زي ما قال ان تان تاي جين طعنه بيه. وديميان بيعرف انها تجمه، فبسرعة بيكتفها بقوة شريرة وبيهرب. بس ساعتها كانت سوسو اصلا متفقة مع المعلم شياو ياو وبيقطر الطريق ديميان وبيتقاتل معاه، كان هيقتلوا بعض من قوتهم الشديدة. ساعتها سين مين بتظهر هي وجينج مي علشان ياخدوا منه جوهر الشر، وبتقوم معركة بينهم الأربعة. بس ديميان بيهرب منهم كلهم وبيروح على مكان في الغابة وبيحاول انه يمتص طاقة جوهر الشر ويدمجه في جسمه. سوسو بتلاقي المعلم شياو ياو مصاب، ولما بتساعده بيقول لها تروحي تدور على تان تاي جين، وهو يروح يطارد ديميان لان سين مين بتطارده لنفس السبب وعاوزين جوهر الشر. في الوقت ده كانت سوسو وصلت للهوية وبتدور على تان تاي جين، هو اصلا كان في قصر الشر. وفجأة بيغفل سين مين وجينج مي وبيعمل ختم سحري وبيستخدم تقنيات تتعلمها من المعلم شياو ياو، وبيقتل عدد كبير جدا من الشياطين. كان عاوز يدمر القصر ومملكة الشياطين كلها، بس ساعتها بيظهر له وعي مينج يي وبيقول له انه طول ما جوهر الشر موجود ملك الشياطين هيرجع تاني، انه لازم يتعلم من اللي شافه في حياة بورا علشان يقدر يحقق السلام في العالم. وبرا في الصحراء كان كل مدارس الفنون القتالية متجمعين علشان يقتلوا تان تاي جين، لانهم فاكرين ان هو اللي ورا كل القتل اللي بيحصل، وفاكرين انهم لما يقتلوه هيقضوا على ملك الشياطين. اما ديميان فقوة الشر اللي في الجوهر بتسيطر عليه وبيسمع صوت ملك الشر وبيمتلك قوة رهيبة. وتان تاي جين كان واقع تحت تعويذة من سين مين علشان ما يهربش من الهوية، وكان نيان باو هو اللي بيحرسه على ما هم يروحوا يسترجعوا جوهر الشر علشان يفتحوا البوابة في خلال 3 ايام. بس فجأة
بتهاجمهم الشيطانة اللي كانت هاجمتهم في المدينة قبل كده، وتان تاي جين بينقذ نيان باو منها من غير ما يقتلها، وبيحاولوا الخروج من الهوية، بس وهم خارجين بيتفاجئوا بجينج مي، وعشان تان تاي جين ينقذ صاحبه بيرميه تاني في الهوية علشان يبعدوا عن جينج مي، مش بيقدر يتغلب عليه لوحده، ولما بتيجي سين مين بتضربه هي كمان وبيرموه تاني في الهوية. ساعتها تان تاي جين بتتكسر رجليه وبيستخبى منه ورا صخرة. في الوقت اللي كانوا بيدوروا عليه كان ديميان ظهر وبيهاجمهم الاثنين وبيمتص قوة جينج مي كلها، ومحدش كان قادر عليه لأن جوهر الشر كان يتحكم فيه، وهو كان عاوز كل القوى الممكنة علشان يكون أقوى واحد في العالم. وبينجح ديميان في أنه يمتص كل قواهم ويقتلهم هما الاثنين، وبيختفي بعدها وبيروح على قصر الشر. ساعتها تان تاي جين بيخرج من الهوية وبيروح عند جرس الإنذار للطوائف الفنون القتالية وبيفعل الجرس. ساعتها الكل لما بيشوف الانذار وأشعة النور في السماء بيعرفوا انه موجود هناك، وبيحبسوه تحت تعويذة عليا وبيثبتوه في الارض، وبينزل من السحب السوداء رمح ضخم جدا من النار على تان تاي جين، وبيفتكروا انهم كده قتلوه ودمروه. ما يعرفوش ان المشكلة اصلا لسه محدش هيقدر يحلها ولا هيتصدى لديميان دلوقتي وهو بيمتلك جوهر الشر. وقتها كان وصل قصر الشر وبيفتح البوابة وبيخرج منه جوهر الشر وبيفعل بوابة عالم الشياطين علشان يسيطر على العالم. في الوقت اللي كان ديميان بيفعل جوهر الشر وبيفتح البوابة اللي على عالم الشياطين، بتظهر مونو بتهاجمه عاوزة تنتقم منه علشان قتل اختها سين مين وبتحكم فيها وكان هيقتلها هي كمان بعد ما بيمتص قواها الشيطانية كلها. بس فجأة بيظهر المعلم شياو ياو وبينقذها من ديميان وبيروح يهاجمه قبل ما يقضي على العالم بأنانيته وطمعه وجشعه. بس ديميان بيقدر انه يفعل جوهر الشر ويفتح بيه البوابة، وفجأة بتظهر في السماء كرة من النار بتسلط على عالم البشر علشان تخرج وحوش العالم السفلي والشياطين وتهاجم الناس. وفعلا في ناس كتير أبرياء بيموتوا. ولما شياو ياو بيحاول انه يسيطر على ديميان ويستخدم تعويذة الألف سيف السحرية ويوجههم عليه، كان ديميان بيمتلك قوة رهيبة بحركة واحدة من ايده بس بيقدر انه يدمر تعويذة شياو ياو وبيصيبه بالسم الشيطاني علشان يتحول هو كمان لشيطان بعد كل سنين التأمل والتدريب على الفنون القتالية الروحية لحماية الناس. وفي الوقت اللي كان ديميان فرحان انه هيبقى الملك الشيطان الجديد، بيتفاجئ ان البوابة اتقفلت فجأة وجوهر الشر مش بيستجيب له بشكل كامل علشان هو مش الشيطان المطلوب. وبعد شوية بتوصل سوسو وبتواجه ابوها اللي اول ما بيشوفها بيفتكر انها جاية تدعمه وتكون جنبه ويحكموا العالم سوا، بس بيتفاجئ انها بتهاجمه وبتقوله ان ابوها الحقيقي هو تشو اللي كبرها ورباها وعلمها حب الخير وكل اللي تعرفه في الحياة، ومهما حاولت انها تضربه بسلاحها السحري مش بتقدر تصيبه ولا بتأثر بضرباتها ابدا، وهو اللي كان بيضربها وكان هيقتلها. وفي اللحظة اللي كان سيف الظلام هيخترق قلبها بيظهر تان تاي جين وبيحميها منه وبيتقاتل هو معاه. ومش بس كده، ده بيسيطر على سيف الظلام وبيجذبه ليه وبيطعم بيه ديميان. وساعتها تان تاي جين بيبدأ يتحول للشيطان المطلوب اللي كان بيسعى انه ما يستسلمش له ابدا، واول ما تحوله بيكتمل وبيقفل باب القصر علشان يمنع جيوو من الدخول، وبيستخدم قواه الشيطانيه في انه ينتزع من قلبه الست مسامير اللي غرزتهم فيه سوسو زمان. بس الموضوع كان فيه سر كبير، لان لما سوسو اختفت وهربت بمساعده جيوو بتعويذه سحريه، بنعرف ان تان تاي جين قتل المعلم شياو ياو وطلبه المدارس شافوه وبيطعنوا قبل شويه. وسوسو كانت متاكده ان تان تاي جين مخبي سر لانه اتغير فجاه بعد ما كان اختار طريق الخير وخطط انه يكمل حياته معاها في وادي هانج يانج. ولما بنرجع لتان تاي جين بنعرف انه لما كان مصاب من شويه في المدرسه، المعلم شياو ياو راح له وقال له على الطريقه الوحيده اللي ممكن يمنع بيها دمار العالم، وان يتحول للشيطان المطلوب، لان هو الوحيد اللي هيقدر يقفل بوابه الشياطين ويقتل ملك الشياطين اللي كل كام سنه عاوز يرجع يدمر العالم. ساعتها تان تاي جين بيفهم ان الطريق الوحيد اللي المفروض يمشيه هو اللي مكتوب له من البدايه، الفرق بس في النوايا. فجأة شياو ياو بيبدأ انه يسيطر على القوى الشيطانية ويتحول لشيطان، فبيطلب من تان تاي جين انه يقتله ويخلصه من عذابه قبل ما يتحول. فعلا تان تاي جين بيقتله والطلبة بيشوفوه، وبيروح هو على القصر لما بيقاتل ديميان. بس المشكلة ان تان تاي جين لما بيحاول يقفل البوابة مش بيعرف، لانه مش بيملك كل الادوات السحرية ونقصه القوس الشيطاني. بيكلف مون او تشانج انها تجيبهوله من المعلم سيو، وفعلا في الوقت اللي المعلم سيو كان بيفك الختم السحري من على القوس كانت مون وراه بتقتله وبتاخد القوس تسلمه لتان تاي جين. بعد يومين كانت سوسو راجع الهوية علشان تعرف من تان تاي جين ايه اللي حصل وغيره كده، بس جيوو بيعترض طريقها وبيحاول يمنعها لان في حرب هتقوم بينهم وخايف عليها، وفي نفس الوقت مش عاوزها تخون المدرسة اللي اتربت فيها. بس على اي حال سوسو بتصمم على موقفها وبتمشي برضو مهما كانت النتائج. وتان تاي جين كان استوعب القوس السحري ودمجه في جسمه مع باقي الادوات السحرية، حتى صندوق تنقية العظام بيستدعيه من المدرسة ومحدش بيقدر انه يتصدى له. وأول ما بيلمسه تان تاي جين بيشوف الحرب بتاعت زمان والملك الشيطاني
بيحاول انه يسيطر عليه بشكل كامل، بس تانتايجين هو اللي بيتحكم في كل حاجة، وفجأة بيلاقي سوسو قدامه. لما الشياطين بيحاولوا يهاجموها وبيقتلوا وبيقرب يتكلم معاها وبيعرف ايه اللي جابها تاني هنا، ساعتها تانتايجين بيتعصب وبيقول لها انه شرير من الاصل، وانه لما حاول يكون طيب محدش صدقه واتهموه بجرائم ما عملهاش، فكله محصل بعضه يبقى يمتلك القوة اللي تخليه يحكم العالم ومحدش يتنمر عليه او يحاول يقتله تاني. سوسو بتعرفه انه بيكذب وكل الكلام اللي بيقوله ده مش حقيقي، وعشان يثبت لها بيخنقها بايده، وساعتها كان الملك الشيطاني هو اللي بيتحكم فيه، وتانتايجين في صراع علشان ما يقتلهاش. في اللحظة دي اللي بتقرب فيها سوسو من الموت، روحها بتنتقل لبعد تاني وهي بتختفي من قدامه، وساعتها تانتايجين بيفوق بكل الطيبة والحب اللي اتزرع جواه والمعاملة الطيبة اللي شافها من سوسو من المعلم شياو ياو، وهما الاتنين دول كانوا كفاية بالنسبة له علشان يثق في العالم من تاني ويحاول يحميه، بيحاول انه يتحول ويرجع لطبيعته ويتغلب على الظلام. الشيطان اللي جواه بيستخدم ضده ختم تنقية العظام وكان هيقتل تانتايجين، بس المفاجأة ان العكس هو اللي بيحصل، لان تانتايجين كان قوي جدا وإرادته في انه يكون هو المسيطر وينقذ العالم بيقدر يمتص كل قوة الشيطان اللي جواه ويبقى هو المتحكم علشان يقضي على كل الشر ده. قرر انه يفتح بوابات القصر الشيطاني قدام المدارس القتالية الروحية وبيدعو كل المعلمين للحضور، ولما جيهو بتروح له الدعوة بيقرر انه يروح يمتص كل القوة الشيطانية اللي كانت في مكان في الجبل كانوا بيتضربوا فيه على قتل الشياطين عشان يكون اقوى ويعرف يقتل تانتايجين، لانه كان عارف ان بقواه الحالية مش هيقدر يعمل حاجة. اول حاجة بيعملها تانتايجين في الوقت ده انه بيحرر قبيلة يويه من تعويذة سين مين وبيوفي بوعده لنيان باو، ولما سوسو بتفوق بتلاقي انهم طايرين في السماء على عربية بجراء وحوش الظلام، وبيخد على مملكته القديمة علشان يوريها الحلم اللي كان بيتمناه والحياة اللي كان نفسه يعيشها زي حياة بورا اللي دخلوها قبل كده. وفي الحلم ده كان تانتايجين عايش مع سوسو وسط عيلتها وكلهم بيحبوه وبيحترموه. في المدرسة كان جيو بيتفق مع زمايله انهم بيفعلوا مصفوفة عقاب البرق علشان يقتلوا تانتايجين، لانه مش هيعرف يهرب منها ابدا وهي سبيلهم الوحيد للقضاء عليه. ولما تانتايجين بيرجع القصر مع سوسو بيتحكم في القصر بالارض اللي عليه وبيخلوه يطفو في الهواء، وبيقول لها انه قدر يفهم اخيرا ان الشيطان اللي جواه وجوده في العالم مش هينتهي طول ما الذنوب والشرور اللي في نفوس البشر موجودة. وفجأة سوسو بتستخدم القصارة السحرية اللي معاها وورثتها من امها هو تشونغ وبتهاجم بيها تانتايجين وبتحبسه في اعصار من النار السحرية للعنقاء في مصفوفة التجسد الروحي عشان سوسو تتحول لعنقاء وبنيرانها الابدية تقضي على تانتايجين والشيطان اللي جواه اللي مسيطر عليه. في نفس الوقت اللي كان جيوو وزمايله وصلوا بيبدأوا يفعلوا مصفوفة عقاب البرق، واول ما تانتايجين بيشوفهم بيسلط عليهم جنوده من الشياطين، وبيتخلص من سحر سوسو بانه بيستحضر قوة المارد الناري اللي بيمثل قوته بيهاجمها. ساعتها جيو بيكمل سحر المصفوفة وبيبدأ البرق الاسطوري يضرب تانتايجين ومعاه سوسو، بس هو المرة دي مش بيحميها، بالعكس بيرميها للبرق يضربها وكانت بتموت فعليا. ومع ان تانتايجين كان بيتألم لألمها لانه بيكمل في خطته، وقتها جيو بيجي هاجمه ويقتله وبيستخدم ضده القوة الشيطانية اللي امتصها، وبيبدأ انه يمتص قوة كل اتباعه وزمايله في المدرسة التعويذة السحرية علشان يعرف يتغلب على تانتايجين. بس وقتها تانتايجين بيستخرج منه كل القوة المظلمة دي ويسيبه يقع على الأرض، وبعدها بيستحضر المارد الناري من جديد وبيخليه يهاجم الناس. في الوقت ده في مملكة جينج بنتفاجئ إن تشينج أخو شيو لسه عايش، وكان هو اللي بيحكم المملكة من ورا قناع على أساس إنه تانتايجين علشان يحافظ على المملكة من الدمار والحروب، وقدر إنه يعيش السنين دي كلها بسبب القوة اللي بيان راني اتنزلت له عنها علشان تنقذه من الموت. ولما تشينج بيلاقي النار اللي بتقع على المملكة من السماء بيستخدم قوته وبيعمل درع من الطاقة فوق المملكة كلها ويحميها من أي هجمات، وبيبدأ تانتايجين إنه يفعل قوة السحر ويهاجم كل زمايلها في المدرسة علشان تكرهه ويستفزها لأبعد حد علشان قوتها الأسطورية تظهر على حقيقتها. وبنعرف إن تانتايجين كان بيخطط كده من البداية علشان قوة العنقاء اللي ورثتها سوسو من أمها مش هتتفعل غير كده، وهي الوحيدة اللي هتقدر تقضي عليه. فعلا سوسو بتنتقل بروحها لعالم الارواح وبتقابل امها هو تشونغ هي وباقي الحراس الاتناشر، وساعتها بيدوها كل قوتهم وبتتحول سوسو للملكة العنقاء وبتتوهج بنار سحرية، وبيظهر وراها طائر العنقاء الاسطوري، وبحركة واحدة بتقدر انها تجمد الوقت وتروح لتانتايجين وتدمر بوابة عالم الشياطين وبتنقله معاها لعالم الارواح علشان يحلوا كل حاجة من غير ما يؤذوا الناس. وسوسو بتقوله انها فهمت انه كان بيعمل كل ده علشان يخليها تقتله بعد ما تكرهه وتلومه على كل اللي بيحصل وتقرر الانتقام منه، وبتستخدم قوتها وتغير مظهره من الشر للخير لانها عرفت ان قلبه كان نقي وابعد ما يكون عن الشر، واختار انه يضحي بنفسه في سبيل انقاذ العالم حتى لو كان هيخسر زوجته وحبه الوحيد في العالم. كان عاوز يسيب لها عالم تعرف تعيش فيه من غير الم وحروب ودم. وساعتها سوسو بتدمر بنيران العنقاء الاسطورية جوهر الشر اللي جواه، وبتبدأ بوابة عالم الشياطين تتقفل، وتانتايجين كان بيموت.
في آخر لحظة بينزع مقياس حراسة القلب من عليه وبيختمه على سوسو علشان يحميها، وبينزع جوهر الشر من قلبه وبيدمره للنهاية بإيده. وفي اللحظة اللي بيموت فيها وبيتدمر معاه جوهر الشر، العالم بيرجع لسابع عاده وبتختفي كل الشياطين من العالم. بعدها بتفوق سوسو وتلاقي نفسها في قبر شيو اللي عمله تان تاي جين زمان، وبتكتشف ان قبل ما ينهي كل شيء كان موجود هنا وكتب لنفسه شاهد قبر جنبها علشان يشهد على وجوده. وساعتها سوسو بتنهار انه خدعها من تاني ومات من غيرها. وبعد كام سنة كان العالم عايش في سلام واستقرار، وسوسو عايشة مع بنتها الصغيرة وبتحكي لها عن ابوها البطل اللي ضحى بحياته علشان الكل يعيشه، وانه برغم كل القوة والسلطة اللي كان ممكن يملكها بطريق الشر لانه اختار طريق الخير والحب. وفي النهاية بنتعلم ان الانسان مخير مش مسير، يمكن يكون كل شيء مكتوب من قبل ما نتولد، بس احنا اللي بنختار هنمشي في اي طريق، وان طريق الخير حتى لو كان صعب وفيه عقبات وابتلاءات كتيرة الا ان نهايته بتكون السعادة والقرب من ربنا. علشان كده مش لازم اننا نصدق اغراءات الشر وتسهيلاته اللي بتظهر لنا علشان تجذبنا له. الشر مهما كان قوة وسلطة، لان الحاجات دي كلها بيكون عمرها قصير من غير راحة بال ولا سعادة حقيقية. احنا مش بنختار الحقيقة اللي اتولدنا عليها، بس بنختار نكون اخيار او اشرار. كده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.